دعوة هذا المستعجم إلى أن لك احترام الذات وقدم وجهك الكريم ويسألونك من عبدك وعفوك من ذلك وعونك وعونك وقوتك بما رحتني به من إنعامك توبيخك مستعين بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أصدار الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أصدار الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أصدار الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أصدار الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أصدار الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد ما أغلي والخاتم لما أتبعنا في البلاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما تبعنا في الأيمان والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدير الدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما تبعنا في الأيمان والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدير الدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما تبعنا في الأيمان والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدير الدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما تبعنا في الأيمان والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدير الدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما تبعنا في الأيمان والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدير الدار العظيم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما تبعنا في الأيمان والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدير الدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما تبعنا في الأيمان والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدير الدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما تبعنا في الأيمان والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدير الدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما تبعنا في الأيمان والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدير الدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما تبعنا في الأيمان والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدير الدار العظيم
لا اله الا الله وصلي على سيدنا محمد فادي الله وبعد ما سمعنا ذلك والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد فادي الله وبعد ما سمعنا ذلك والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد فادي الله وبعد ما سمعنا ذلك والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد فادي الله وبعد ما سمعنا ذلك والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد فادي الله وبعد ما سمعنا ذلك والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد فادي الله وبعد ما سمعنا ذلك والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد فادي الله وبعد ما سمعنا ذلك والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد فادي الله وبعد ما سمعنا ذلك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والراود والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي إلى سلاك المسلمين وعلى آله أفضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والراود والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي إلى سلاك المسلمين وعلى آله أفضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والراود والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي إلى سلاك المسلمين وعلى آله أفضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والراود والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وأصحابنا في الأرض أسرارك المسلمين وعلى آله أقدم الدعاء العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعود والقاتل وأصحابنا في الأرض والهادي إلى أسرارك المسلمين وعلى آله أقدم الدعاء العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعود والقاتل وأصحابنا في الأرض والهادي إلى أسرارك المسلمين وعلى آله أقدم الدعاء العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعود والقاتل وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والراود والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والراود والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والراود والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والراود والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والراود والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والراود والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والراود والخاتم وأصحابنا في الأرض والهادي الى سلاك المسلمين وعلى اله افضل
قدوم داعي العظيم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلى والقادر وأسبع ما سلم إليه والهادي إلى ذلك المستقيم وعلى آله قدوم داعي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلى والقادر وأسبع ما سلم إليه والهادي إلى ذلك المستقيم وعلى آله قدوم داعي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلى والقادر وأسبع ما سلم إليه والهادي إلى ذلك المستقيم وعلى آله قدوم داعي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلى والقادر وأسبع ما سلم إليه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدوم داعي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلى والقادر وأسبع ما سلم إليه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدوم داعي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلى والقادر وأسبع ما سلم إليه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدوم داعي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله 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 لا اله La ilaha illallah 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 la ilaha اللهم صل وسلم على عين الحق الذي لا رجاء عنه وصل حقائق الإيمان سرعانك اللهم صل وسلم على عبد العهد الحق بالحق خير العالم لبارك من كيلك عادة النور المرسل صلى الله عليه وعلى آله صلاة وعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية واليعبودة المتحققة العائقة المرتد فهو المعاني ونور الأقوان المتحقق من العالم يسعيك بحق رباني البريء الأخير من دون الأربعاء المعالية لكل مطارة من أبوه الأواني ونورك العامي الذي ملعن به كونة الخائر بأمكنة المكاني اللهم صل وسلم على عين الحق الذي لا جلع منها ورسل عقائق المال في الأقوال سرعاني كتاب الأسلام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كذي العالم لبارك من كيلك يا عالم النور صلى الله عليه وعلى آله صلاة الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم على اهل رحمه رباني يا ولد المحيي الهي المجد هو المعالي ونور لك عن المتكون في العالمين سعيد لك رباني البليل الزين من الرعاية المعدل يكون سعيد من الرؤوس الرعاية ونورك العامل الذي وعد به فرد الحائل من سنة المكاني اللهم صل وسلم على اهل الهدي الذي تجلى من عروس الحقائق المال لهم سرادك كامل الرب اللهم صل وسلم على عبد العبد الحكيم الحكيم في العالم يبارك منك اليك هذا النور من الرسول صلى الله عليه وعلى اله سلام عليه ونبيه اللهم صل وسلم على عين الرحمه الربانيه ويا قدره المتحققه الهائله لمرتد القوه والمعاني ونور الاكوان المركبه العالميه صاحب الحق الرباني البرق الى صاحب النجوم الاربعه المعاني لكل بلاد من الظهور والعاني ونورك العامل الذي بلعت به كونك الخالد بعقيده المكاني اللهم صل وسلم على عين الحق التي ترجى الله منها ورسلها خائفه للمعاني سرادك من الرب اللهم صل وسلم على ذرات الحق في الحق في العالم لبارك من غير جهاد النور صلى الله عليه وعلى اله سلام عليه نبي حيا اللهم صل وسلم على عين الرحمه الربانيه وليا عبود المتحقق الهاي الذي بركه القوه والمعالي ونور الاكوان المرتبه من العالمين سعيد الحق يا باي البريلة سيد ونور الأربعين معنى تبهر وزارة ونور الوالي ونور كلام الذي بلعب به كون كرهاي بأمكنة المكاني اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تجلى من عروس الحقائق بين الماء لقد سعادك كاملة اللهم صل وسلم على عبد العبد الحق بحقك في العالم لبارد منك اليك يعرف النور المرسل صلى الله عليه وعلى اله سلام عليه نبي حيا اللهم صل وسلم على عين الرحمه الربانيه ويا قدره المنحني من الهائج المرتد القوه والمعالي ونور الاكوان المتكلم من العالم السائم الحق الرباني البرق الاسلام من نزول الاربعين معالج لكل مطارد من القوه والوعدي ونورك العامل الذي بلعت به كونك الخائف من المتعي اللهم صل وسلم على عين الحق التي ترجى الله منها ورسل حقائق المعارف لكم سرادك كامل اللهم صل وسلم على ذرات الحق بالحق كامل العالم ببارك من غيرك يا عدد النور المنزل صلى الله عليه وعلى اله صلاه ربنا بهيا اللهم صل وسلم على عين الرحمه الربانيه وليا عبود المتحققه الحائله بركه القوه والمعاني ونور الاكوان المتكمله العالميه صاحب الحق الرباني البرق الاسلامي ونورك العامي الذي بلعت به كونك الحائل بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تجلى منها ورسل حقائق بما سرادك كاملة اللهم صل وسلم على طلعت الحق بالحق كبير العظم ببارك من كيلك يا عدد النور صلى الله عليه وعلى اله صلاه الله عليه وعلى اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية ويا قدرة المتعجية العائلة بمرتد القوة والمعاني ونور الأكوان المتقبلة العالمية صاحب الحق الرباني الفرق إلى الطيب المتقبل الأربعين المعاني لكل متعرض من القوة والمعاني ونورك العامي الذي بلعت به كونك الخالد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي ترجى الله منها عروس الحقائق بين المعارف لقب سرادك التام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كأن العالم ببابك منك إليك إعادة النور المرسل صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعلمنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية وليا عبودة المتحققة الحائقة بمرتد الفور والمعاني ونور الأكوان المتقبلة العالمية صاحب الحق الرباني البرق الأسلام بمطور الأربعين معاني لكل متعرض من الظهور والعاني ونور كلامي الذي بلعت به كونك الخائن بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تلقى الله منها عروس الحقائق بين المعارف لقب سرادك التام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كامل العالم ببارك من غيرك يا عدد النور المدرسم صلى الله عليه وعلى اله صلاه تعرفنا بها اياه اللهم صل وسلم على عين الرحمه الربانيه وليا عبوده المتحققه الحائقه لمركز القوه والمعاني ونور الاكوان المتكمله العالميه صاحب الحق الرباني البريء من نزول الارباح المعاني لكل متعرض من الظهور والمعاني ونور كلام الذي بلعت به كونك الحائل بامكنه المكان اللهم صل وسلم على عين الحق الذي تلقى الله منها
وصلاح عين المعارف الأبواب سرادك التامل اللهم صل وسلم على طلعت الحق بالحق كامل العالم ببارد من كيل جهاد النور المنزل صلى الله عليه وعلى آله صلاه الله من أبي اللهم صل وسلم على عين الرحمة ربانية والياقورة المرحقية العائقة لمركز الفو والوالي ونور الأقوان المتكبرة العالمي صاحب الحق رباني البرق الأسنعي بالنسبة الأربعة المالية لكل متعرض من الفهور والوالي ونور الله من الذي ملعر به كونك الحائل من أمكرة المكاني اللهم صل وسلم على عين الحق الذي ذات الله منها وصل أقائق المعارف لكم سرعاتك التام لكم اللهم صل وسلم على عبرات الحق بالحق كرم العالم يبارك من كيل إلي على النور والبسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة الله من أبيائيا رحمة ربانية والياقورة المرحقية الحائقة لمركز الفو والمالي ونور الأقوان المتكونة العالمي صاحب الحق رباني البرق الأسدي بمسلم الأربعاء المالية لكل متعرض من الكهور والمالي ونور الكلام الذي ملعت به قبلة الخائر بأمكنة المكاني اللهم صل وسلم على عين الحق التي رضي الله منها ورسل حقائق عين المعارف الأقوام سرادك التامل أتلف اللهم صل وسلم على طلعت الحق بالحق كامل العالم عبادة من غير جهاد النور المنسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة الله من أبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إني بجاه محمد بن محمد علي المختار الشريف العمجدي متوسل وبذيله مختبر متعلق وإليه كعبة مقصدي وبنوره وبسره وبجهله وبشيخه هو عبد بن محمد عن الملقب ظاهر بن مظهر الوادان من قد عاد أثنى سوددي وبشيخه الوادان نجل الإمام المدهو بسالك المسلك المتعبد وبشيخه الحسن قطب الولاية المخطوب برزخنة الجان أحمدي وبجهده وبجده وبجده وبأهل بيت الراكين والسجدي وبحق حقك يا إلهي حبلنا كل المنا بتفضل وتعمدي وبحق حقك يا إلهي حبلنا كل المنا بتفضل وتعمدي وبحق حقك يا إلهي حبلنا كل المنا بتفضل وتعمدي جولان بين الحضرتين معديا من حقهما بتعدبي يا سيدي بخفي السر لف ليلا سعادة الدارين نور الولاية المتوجدي المختفى عليه صل وسلم والعالي والاصحاب ما وفدي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ والخاتم لما أصبح ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وصلى وتسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين